طرت من دبي إلى البصرة، وصلت الساعة 9 صباحا تقريبا قبل البطولة بيومين أو 3 أيام. يومين. كيف شفت وضع المطار، إمكانيات المطار والاستقبال والدخول؟ مطار بسيط لكن كاستقبال، كترحيب، ككرم، ابتسامة، شفنا شيء عبد الله ما كنا متوقعينه بصراحة. فرحانين فيكم وفي غيركم. طايرين، مو فرحانين، طايرين فينا، طايرين العراقيين، طايرين فينا. صرتوا الفندق، من المطار طلعنا على الفندق. أول مشكلة واجهتكم الدخول، أول تحدي واجهنا الفندق، مسألة الفندق. كان مفروض تدخلون الساعة كم ودخلتوا الساعة كم؟ كان مفروض ندخل الساعة 12 وتأخرنا في استلام الغرض. الساعة كم؟ تقريبا 12 بالليل. ليش؟ كمل لي موضوع الفندق، ليش ما دخلتوا وقتكم؟ تأخرتوا 12 ساعة. طبعا نحن عبالنا الوضع طبيعي انه بتوصل هي. وتعال خذ غرفتك وخلاص هي. بس ترى الجماعة أول مرة ينظمون حدث بعبد الله من 40 إلى 42 سنة. هي بعيدة عن الأعذار، لا تطلع لهم أعذار. نتكلم ليش ما استلمتوا غرفتكم؟ زحمة الوفود، زحمة، الناس أول مرة تستوعب هذا العدد. تحس أنه كان مفاجأة بالنسبة لهم. مفاجأة وشيء ضخم، شيء كبير كان بالنسبة لهم. شفتوا طائفية في ذمتك؟ أبدا في ذمتك؟ أبدا والله، والله يا ابو عبد الله ان هذا الشيء ما شفناه نهائيا نهائيا. عراقي عراقي عراقي، بصراوي عراقي، بغدادي، ما شفنا هذا الشيء نهائيا نهائيا. حد ضايقكم في الشوارع؟ حد رمى عليكم كلمه؟ ولا اي حد في ذمتك؟ ولا اي حد طول المده؟ طول المده ولا اي حد. كل قناه تغطي لازم في كريتيشن للمراسلين والمعلقين و استلمتوها بسرعة بصعوبة؟ شو من خذنا الحقوق، خذنا البطايق، مع أن الطلبات كانت غير مسبوقة بالنسبة للإعلاميين والتغطية، هي التغطية الأكبر والأضخم في تاريخ بطولات كأس الخليج هذا. يعني في يعني يقول لي كيف استلمتوا بطاقتكم؟ رحتوا المركز الإعلامي قدمتوا استلمتوا إيميلات شو استلم؟ أيوه. كم تميتوا بالمركز الإعلامي؟ ساعات. انا اخبر منك بطولات الخليج صح؟ اي والله كثير من الدول كنا ما نستلمها الا بشق الانفس. لا نحن ما اخذنا الحقوق، ضغط اخذنا الحقوق، اخذنا البطايق على طول. على طول يعني نفس يوم الافتتاح بالضبط. خبرني عن الملاعب الحين، وايد طلعتوا مجدتوا الملاعب، خبرني الفاسيلتي، خبرني الخدمات اللي في الملعب. شوف ترى اغلب الناس تلومنا على الجزئيه هذه، هي ان انتم وايد وايد ترى نحن اللي عايشين هنا. حلو، نحن اللي قاعدين نشوف التفاصيل يوم بيوم، شو قاعد يصير، شو يوفرون لنا، شو يعطون لنا، شو ملعب. خبرني عن الملعب. اول شيء ملعب المدينه فيه 4 ملاعب فرعيه. اوكي. منتخب 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 منتخب، ما في منتخب يتمرن نفس التوقيت. يعني المجموعه هذه عندها 4 ملاعب. الله عليك. اوكي. ففي سهوله لعمل الاعلامي انه ياخذ الماده اللي يبغيها. اوكي. كل تمرين ملعب نفسه. خبرني الله يكرمك، المركز الاعلامي، الحمامات، الدخول، الطلوع. المركز الاعلامي متوفر، النت متوفر، كل شيء متوفر بعبد الله. الناس متخيله ان هذا مش موجود، لا موجود وكل شيء متوفر، كل شيء واي شيء نبغيه عندنا. ابغى اسالك عن الانترنت، خبرني على الانترنت وكيف اشتركت وشو الاسعار وكيف كانت الخدمه، لاني اشوفك قاعد 24 ساعه السناب تصور. النت ماخذين انليمتد. ايه. الاسعار ما تكلمنا فيها لان الشباب ما قصروا. كيف؟ اللي ماسك الانتاج هو اللي جاب لنا البطايق، احمد المحرمي. احمد المحرمي طويل شويه بنا على حسابه، ما ادري عاد على حسابه على المهم انليمتد. في المباريات الوضع طبيعي ان الشبكه ضعف، لكن في المركز الاعلامي من تدخل وضعك تمام. البارحة انت كنت تطرش لي من المركز الاعلامي وواتساب وكل شغلنا على الانترنت حتى في القناة. فبالتالي هالموضوع ما كان فيه اي مشكلة. زين، بنتكلم عن المواصلات. المواصلات اذا عندك سيارة تراك بتسير وبترد بسيارتك، واذا ما عندك سيارة بتركب تاكسي وما بتحاسب. خلنا على موضوع حساب وما حساب وموضوع الكرم والامور هذه، لكن انا اتكلم، انتوا اجرتوا سيارات؟ ايه. بسواقينها؟ بسواقينها. ايوه. بالمده اللي نحن موجودين فيها. حلو. دخول وخروج الملاعب
غير خلنا نقول مباراة نهائية كانت استثناء، والسيمي فاين لما العراق كان استثناء، لأن كان فيه تجمهر غير طبيعي. سلس بسيط، عندنا بطايق، سيارات عليها استيكرات. أنا شفت لكم فيديوهات في السناب وأنتم تمشون بين الشرطة، والشرطة يعطونكم مظلة ويوم أيوه. المطر. أيوه. الأمور طبيعية جدا أبو عبد الله. الناس ما تخيل. في صورة عن العراق نقلت عبر كثير من وسائل الإعلام في السنوات الماضية أنك رايح إلى موتك. والله إن الشيء هذا غير صحيح. والله. أكثر الجماهير الخليجية اللي التقيت بها أي جنسية؟ وشو كان كلامهم لكم تحت الهواء؟ الكويتيين أبو عبد الله اكثر ناس حكم قرب المسافه، قرب المسافه وبسيايرهم الكويتيين كانوا اكثر ناس، اكثر ناس خليجيين موجودين في الحدث الكويتيين بالالاف، كانوا الكويتيين بالالاف، ودعموا منتخبهم من المدرجات، وحتى بعد ما طلع المنتخب الكويتي هم موجودين في البصره. شو كان انطباعهم؟ جميل جدا يا اخي، انت يسدك اذا سيارتك برقم الكويت، الامارات، عمان، قطر، غيره، انت ما تعبي بترول بعبد الله. كيف ما تعبي بترول؟ ما تعبي بترول في محطه انت تروحها، ارقامك الامارات، ارقام الخليج، انت ما تعبي بترول في البصره. كيف ما عبي بترول؟ ما تعبي، فري تروح انت تعبي فري. ما تدفع ولا درهم. تصدق الشيء هذا؟ مستحيل هالكلام. والله هالشيء موجود. بترولكم بلاش؟ بلاش، تحلف الله. والله العظيم. لاي خليجي؟ اي خليجي. بسالك سؤال شعبي، ايه كم خدت بيزات وياك فلوس كاش؟ لشو؟ لسكن؟ لشو بعبد الله؟ كاش كم خدت؟ كم انا صرفت؟ ايه صرفت 14-15 ألف درهم. ايه مدة اسبوعين. ايوه هذه بروح للسكن، بتروح لش اسمه، بس انا اتكلم عن غير السكن وغير الهدايا. كم صرفت في البلد في هذه المدة كاملة؟ يمكن 1000 درهم. شو 1000 درهم؟ شو 1000 درهم؟ ويمكن أقل من 1000 درهم. والشباب اللي موجودين معانا اللي راحوا معانا بيصادقون على هالكلام. كيف هالمدة أسبوعين كيف 1000 درهم؟ بخبر كيف، بقول لك كيف. قول. تروح الحلاق ما بتحاسب، بتروح الصيدلية، والله يا أبو عبد الله إني تعالجت وضربت إبرة وخذت أدوية وما أخذ مني درهم والله، ومسعود مرض وسار وضرب ما أخذ منه ولا شيء. لا هاي يبغي لها تفسير. يعني تقول لي 1000 درهم في اسبوعين؟ في اسبوعين. ما اشتريت لك سندويتش، ما غسلت كناديرك. وين ما تروح اقول لك، وصلنا لمرحله الصيدليه بعبد الله، تشرب شاي في الشارع نفس الشيء، بتاخذ لك لقمه نفس الشيء، قاعدين في الكوب نفس الشيء. هذا اماراتيين بس ولا الكل؟ الخليجيين. كل ضيف. والله لحظة، والله أعلم بأحوالهم صح؟ أوه بس شعب فيه عزة نفس وفيه كرم، أنا ما أعتقد شفنا وما أعتقد بنشوف مثل اللي شفناه في البصرة، ما أعتقد بنشوف عبد الله. لا إله إلا الله، شيء عجيب، شيء عجيب. أنا قال لي هالكلام ونحن ياسين، قلت له مستحيل، قال والله العظيم إن هذا كله حصل، قلت له تراني بحلفك قدام الناس. قال حياك، وايد على الهواء كنتوا تطلعون، والكرم العراقي والكرم البصراوي وال 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 وال. اذا انت تتعرض لمثل هذه المواقف كل يوم، شو تقول عن الشعب؟ والله عينك تستحي. والله يا ابو عبد الله، والله لسانك ما يعبر. اقول له تعبان، ما اقدر اطلع، يقول لي دقيقه بس بشوفك، بس عشان يعزمني دقيقه، يقول لي بشوفك دقيقه بس عشان يشربني شيء. شو أجمل موقف شفته هناك؟ يعني واحد عبر لك بطريقة أو قال لك جملة عورت قلبك. بنشتاق لكم، لا تعوفونا. يا الله. بحط لك صورة الحين، بطرش لك صورة أنا صورتها في السناب أمس. في النهاية شخص جاي يشجع منتخب بلده، ليش يكتب الكلام هذا إلا بمشاعر صادقة؟ نشوف الصورة. كنت خايف قبل لا تروح البصرة؟ طبيعي أبو عبد الله، طبيعي جدا، على اللي نسمعه وعلى اللي نشوفه وعلى اللي وتفجيرات ويقتلون وبيخطفون وبيسوون طبيعي إنه في خوف، حتى لو أنت قبلت إنك تروح، بس في النهاية فيك جانب من تستاهل العراق. ها أوه أبو عبد الله.